أوسبورن هيدفع الثمن. عارف، لكن الطريقة دي غلط يا مارتن. البصة اللي على وشك، انت مش متخيل هي مرضية قد ايه. جاهز للمشهد الاخير؟ فين اوتو؟ اختفى. انا مش هقلق عليه دلوقتي. محتاج مستشفى. لا مستشفى، لا فيست. عايز اتكلم مع رئيسك. مفيش دكاترة هنا؟ مين المدير هنا؟ انا غالبا. تمام، عدى وقت طويل بس هعمل اللي اقدر عليه. محتاج الاقنعة والجوانتيات. حاضر. اللي عندك. شكرا ليك. اشكرني اني ما موتكش. مش ممكن. هيعيش بس يرتاح. هاي، على مهلك. ماي فين؟ بيقولوا ممكن تمشي في أي لحظة. أنت رايح فين؟ أنا لازم ألاقي أوتو، هو اللي معاه المصل. مش عارف لو هقدر أوقفه. مش هتقدر. ممكن سبايدر مان يحتاج مساعدة من بيتر. إيه؟
بيتر ساعد في بناء الدراعات، لو حد هيلاقي نقط ضعف يبقى هو. اغلبهم يا نمر. ماشي. لا لا، مش هي دي، ممكن تبقى دي. لا عملنا المستحيل يا دكتور، لكن دلوقتي أنا لازم أدمره بابتكار بسيط من عندي. انت عايزني اتوسل؟ مش هيحصل. العالم هيعرف الحقيقة قبل ما يمسكوك من على الرصيف. قول لهم انت عملت ايه. انا ابدا. كل حاجة عندك مبنية على الكذب. الكذب. سرقت شركتي وأفكاري. دلوقتي الحقيقة. الحقيقة. حاضر. الحقيقة هي إنك كنت تستحق اللعنة لما كنت شغل حسابي. الحقيقة هي إنك ما قدرتش تتقبل إني أحسن منك. أنت فاشل يا أوتو، وهتفضل دايما فاشل. أوتو، اشتغلت طول عمرك في مساعدة الناس. أرجوك حارب الشخص الغلط، بس اعملها بطريقة. ما عندناش وقت. أرجوك
أنا هسلم المصل المضاد لما يدفع أوسبورغ ثمن جرايمي. أرجوك اديني المصل بس، عملت كفاية عشان تدمر أوسبورغ. لا، هيرجع تاني، لازم يخسر كل حاجة. شايفك لابس بدلة جديدة، مش هتساعد. أنا عارف بقى ضعفك. ما عنديش نقاط ضعف. انت بتضيع وقت. وبعدها نعمل اللي انت عايزه. انا عارف كويس انا عاوز ايه. ابعد عن وشي يا بلدي. قد ايه بيدفع لك اوسبورغ عشان تحميه؟ ها؟ صدقني انا مش بحميه، أنا بحاول أحافظ على المدينة. أصبر، هو المجرم ميشيل. اديني المصل المضاد واوعدك ان اوسبورغ هيدخل السجن. كذاب بالظبط زي اوسبورغ، كذاب على طول. ايه اللي حصل للراجل اللي عايز يساعد الناس؟ الضعيف الخسران انتهى. دكتور انت مش بتفكر بوضوح. بالعكس، اخيرا اتضحت الامر. ارجوك، كل ثانية بنتقاتل فيها ممكن شخص يموت. ايوه، اصبر، هيدفع ثمن كل ده. كفاية لعب. Thank you.
ده حقيقي شيء مؤسف يا باركر. كنت عارف؟ حاولت احذرك يا بيتر بس انت ما سمعت. كنت عارف. انا مش هسيبك تفوز. ده بيعني كتير ليا. مش اكتر ما هو مهم ليا. لأن القاذفات اتكسرت. مفيش أجهزة، قاذفات الشباك اتدمرت. فضلك فكر في الراجل اللي كنته قبل كده. انتهى الامر، مش هتقدر تنقذني يا بيتر. يبقى هتضطر تنقذ نفسك. انت كنت بطلي، كنت حاجه كبيره بالنسبه لي. بكره انك تخليني اعمل كده. احنا كنا نقدر نغير العالم. ما تعبتش، اتصبت بس. اوتو كفاية. اخر درس، لو عاوز تغير العالم لازم تكون من الناس اللي بيقدروا ياخدوا أصعب القرارات. أنا موافق جدا. Ugh!
بيتر، كنت بالنسبة لي ابن. أنا كان لازم أعرف إنك هتعاديني زي الباقيين. لف لف، كنت بقدرك، عقلك، ضميرك عايزين يساعدوا الناس. الطريق اللي عمرك ما تخليت عنه ده بسبب إن الرجالة اللي زينا ملتزمين مسؤولية، بنستعمل مواهبنا في خدمة غيرنا حتى لو هما ما قدروش ده. لازم نعمل الأفضل للناس اللي تحتنا سواء فهموه ولا لا. لا انت غلط، كنت كل حاجة انا عايز اكونها، بس انت ضيعت كل ده. ايوة طبعا انت صح يا بيتر. شفت ده دلوقتي، التفاعل العصبي أثر على دماغي، لكن أقدر أصلحه. ممكن نصلحه مع بعض لو ساعدتني. هعمل اللي أقدر عليه. هتاخد أفضل مساعدة وعدك. لا، لو أخدوني بعيد هياخدوا دراعي، هتسجن في الجسم اللي ملوش لازمة. أرجوك يا بيتر، ده ما كانش أنا. أنت قلت إنك مش هتتخلى عني، أنت وعدتني، فاكر؟ وطبعا هتكون مرتاح، وسرك هيكون في امان معايا. اعمل اللي شايفه احسن يا دكتور، كل شيء ممكن لاي حد. بيتر، حتى لما بتوجع بشده. بيتر رايح فين؟ بيتر بيتر.